السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. هاي الفيديو راح نحكي على تغييراتنا للسنة الجاية. طبعا مثل ما شفتوا الحلقة الأخيرة من برامج والعاب اندرويد خلصت السلسلة، يعني خلصت مع سلسلة برامج والعاب اندرويد. ما راح يكون بعد سلاسل برامج والعاب اندرويد، يعني ما راح تكون كل يوم هي حلقة وكل اسبوع يعني خمس برامج تكون فيديو واحد وحلقة. ما راح يكون هذا الشيء، راح نتوقف بهذا الشيء. راح يعني سووا شيء جديد، يعني بعد مش راح نشوف برامج والعاب اندرويد. هاي الشيء راح يروح لان خلصنا، بعدنا راح نسوي غير شيء جديد. راح تبقى سلسله صناعتي، عندك سلسله سؤال وجواب، وعندك سلسله تحديات اندرويد. هاي لو السلسله تبقى لو ما تبقى، يعني راح تجوز تكون حلقه كل شهرين او شهر، ما اعرف لحد الان، بس جوز تبقى او جوز ما تبقى، يعني لحد الان ما اعرف الصراحه. وراح تنضاف سلسلات الجديدة، عندك سلسلة فلوقات، راح نسوي فلوقات، أكو ناس طالبة مني فلوقات راح نسوي. بلشها بأشياء بسيطة ولحد ما نصعد، وإن شاء الله تعجبكم السلسلة فلوقات. يعني شوية تغيير راح يكون على حياتي، على هواي شغلات نحكي، أي فيديو المهم نسوي فيديو ونحكي على كل يومية أو كل أسبوع أو كل شهر على شغلة. يعني يكون فيديو ما له وقت ما له يعني حتى موعد مؤهلة، ويكون كل يوم كل فيديو مختلف عن اللي بعده. وراح تكون سلسلة أخبار إلكترونيات أو اسمها مثبتة، يعني راح تكون سلسلة تحكي على التقنية، مثل شركة عندك أندرويد، شركة مثل سامسونج راح تنزل موبايل بالسنة 2017، راح تكون مواصفاته. راح ينزل لابتوب من HP، هاي مواصفاته. راح تنزل كاميرا، يعني مواصفات عن الإلكترونيات والتكنولوجيا بصورة عامة. يعني راح تكون حلقة كل شهر أو هيك شيء، أو يعني تكون اقل من شهر. راح تكون هاي السلسله، يعني ناخذ اخبار ونخليها فيديو ونشوفكم اياها. تعرفون الاخبار التكنولوجيا، البرامج والالعاب اندرويد راح تكون يعني مثل اذا جبنا لنا برنامج او لعبه شفتها حلوه وتفيدكم، ويعني لعبه مثل مشهوره، او يعني نزلت لعبه اليوم، لعبه مال سيارات، مثل اي لعبه مشهوره نزلت اليوم فاسوي لها فيديو وانزلها. والبرامج مثل لقينا برنامج مثل برنامج قنوات رياضيه مثل باين سبورت وباقي القنوات، يعني تطبيق هذا من جول بلاي وببلاش شغل لك كل القنوات. يعني راح تكون البرامج الزينه والالعاب الزينه تطلبها الناس وتشوفها الناس، لازم تشوفها ولازم تنزلها وتستفاد منها. يعني هاي راح تكون سلسله، يعني هي مو سلسله، ما حد يقدر يسميها سلسله. يعني كل ما اشوف برنامج او لعبه حلوه ويفيد راح اسوي لها فيديو وانزلها، يعني ما راح يكون الا لا وقت ولا موعد محدد. فكر بسلسلة هاي الصراحة، لو أسويها لو ما أسويها، بس حبيتكم تعرفون بيها. السلسلة راح تكون رمضان 2016، راح تكون سلسلة عن، يعني ما راح الصراحة أقولكم شنو السلسلة، بس راح تكون سلسلة 30 حلقة. راح أبدي أصورها، يعني فكرة موجودة بس لازم أكتب الشغلات، يعني رأسا نبدي التصوير أكتبها. يعني راح تكون إن شاء الله سلسلة تعجبكم، بس اقول لكم اياها سلسلة ما لها علاقة بالموبايلات والاندرويد، يعني هاي البرامج ما لها علاقة. راح تكون كل يوم هي حلقة برمضان، طبعا يعني هذا نفكر بيه، تكون 30 حلقة، كل حلقة تكون بيوم رمضان، يعني 30 يوم راح تكون عندكم حلقات، كل يوم هي حلقة. بس لحد الان ما متأكد راح تكون او لا، يعني اول شيء لازم كتابة، ثاني شيء تصوير، فكر لازم اجيب 30 فكرة للسلسلة. يعني شوي الشغل راح يكون صعب لان انا بوحدي، بس ان شاء الله احاول اسويها. يعني اذا راح ابدي بها ابدي من السنة الجديدة، يعني تصوير وكتابة، انا مو تكون السلسلة جاهزة ب 2016 برمضان. يعني السلسلة الجزء راح تاخذ لها 4 أشهر لحد ما تكمل كلها، يعني عندك كتابة عندك وشغلات لحد ما تكمل، بس ان شاء الله تعجبكم تستفادون منها. هاي التغيرات راح تكون للسنة الجديدة، اتمنى هاي التغيرات راح تعجبكم وان شاء الله تشوفون شيء احسن من ناحية التصوير، المونتاج، الفكر، الشغلات اللي انزلها على مود كل الناس تعجبها والاذواق كلها تعجبها والناس كلها تستفاد منها وتستمتع. طبعا هاي الهدف مال القناة، الناس تستفاد من الفيديوهات اللي ننزلها. راح نوصل تقريبا 450 فيديو بالقناة، صارنا اكثر من سنتين، سنة ونص القناة. المهم ما نفوت بغير موضوع،
هذا الفيديو حبيت لكم تعرفون بشغلات عن القناة وبعض التغيرات اللي راح تكون بالسنة الجديدة إن شاء الله. المهم هذا الفيديو إن شاء الله يعجبكم وعرفتوا المعلومات والتغيرات مالتنا. في نهاية الفيديو أكيد دائما تعطينا لايك لتقييم الفيديو وتشترك بالقناة إذا أنت مشترك على ما تشوف آخر شغلات ننزلها وتستفاد منها وتسوي شيء عشان كل الناس تشوف وتستمتع وتستفاد وتاخذ معلومات أكثر. في نهاية الفيديو كان معكم سالم، في أمان الله.